ارحب فيكم اعزائي المشاهدين في حلقة جديدة وحلقة خاصة مع رجل اعمال هندي مقيم في دولة الامارات العربية المتحدة، رجل اثبت جدارته على الشارع الاماراتي، ايضا له بصمة واضحة على الشارع الاماراتي. رحبوا معي اعزائي المشاهدين في حلقة جديدة بسعادة رجل الاعمال المعروف عبر الشرق الأوسط كاملة، السيد أبو صباح. بالبداية أسعد الله أوقاتك. طبعا إحنا سعدين كشعب أردني وكقناة جوسات خصيصا أتينا من الأردن إلى دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل إجراء لقاء تلفزيوني. لو أردنا في البداية، الشعب الأردني يعرف السيد أبو صباح ولكن لا يعرف السي في الحافل الذي بدأ فيه منذ الصغر إلى حتى ما وصل عليه. في البداية لو حدثنا الشعب الأردني كاملة ومن هو سعادة رجل الأعمال الهندي المعروف السيد أبو صباح، انطلاقتك العملية والعلمية إلى ما وصلت إليه الآن سيدي، تفضل يا سيدي. مثل ما قلت لك أستاذ إبراهيم، أنا إنسان بسيط، أنا ولدت بالكويت، درست بالكويت، كان أشتغل عند أبوي، وشوي شوي اشتغلت من 96 قاعد أشتغل بدبي. نعم. بالعقارات، وسنة 2006 استقرت هني وكان الشغل يزاد. نعم. ومن وقتها الحمد لله الله وفقني. بداية قصة النجاح أكيد، يعني كل قصة لها يعني نجاح في البدايات، أكيد أكيد هذا يعني يدل على اجتهادك الشخصي واجتهادك المعنوي أيضا. وقبل الحديث وقبل اللقاء تحدثت أن الطاقة الوحيدة لك هم الموظفين الموجودين. نعم. لك بالشركة يا سيدي. نعم نعم، أنا طاقتي موظفيني، أنا دائما أقول عندي موظف. الحين أنا عمري 44 سنة، عندي العمر موظف كله. 20 سنة عندي موظف، 15 سنة عندي موظف، 14 سنة أنا طاقتي موظفيني كلها. طاقتك موظفينك. إيه نعم طاقتي. حتى بالكويت كان عندي موظفين، خلاص سكرت الشركات عن هناك. نعم. بس ليه الحين عندي علاقة وياهم علاقة طيبة وياهم أنا. السيد أبو صباح، يعني يا ريت أيضا نخوض في بعض الحديث انطلاقتك في الكويت، دولة الكويت الشقيقة في البدايات. أحلى علاقة. نعم تفضل سيدي. علاقتي جدا طيبة، مثل ما قلت لك أنا ولدت هناك، عشت هناك، ربعي كلهم الكويت، حتى الحين كل شهر أروح الكويت، بس رحت أكل وروح سلم على ربعي. نعم. عندي ناس كبار وعندي ناس صغار، أروح سلم على كولي قاعد وياهم، لعب، حياة بسيط طيبة وياهم ليه اليوم ترى. ما زالت. ليه باكر إن شاء الله. بإذن الله تعالى. السيد أبو صباح، يعني شركة RCG من الشركات العريقة التي حققت الاستثمارات العظيمة والاستثمارات الجميلة التي أيضا لها بصمة واضحة على الشارع الإماراتي وجميع الدول العربية. كيف جاءت أول بالبداية هذا الاسم RCG؟ كيف جاء؟ قبل احنا سوينا شركة بالكويت قبل 25 سنة. نعم. كان اسمه كبيرة، راجو سحني جروب. راجو سحني جروب اوف كومبانيز. نعم. بس وقت جيت دبي صغرت، شيلت راجو وشيلت سحني وشيلت جروب، سويت RSG. RSG. اي نعم. يعني باختصار راجو سحني جروب. اي نعم. راج سحني جروب. راج سحني جروب. اي نعم. راج سحني جروب يعني اللي هي شركة RCG من الشركات، كما اشدنا اعزائي المشاهدين، من الشركات العريقة والتي ايضا لها بصمة واضحة على الشارع الإماراتي. لو أردنا أيضا أن نحدث الشعب الأردني والسادة المشاهدين، السيد أبو صباح، عن أهم الإنجازات التي حققتها هذه الشركة على أرض الواقع، تفضل يا سيدي. طال عمرك احنا وايد سوينا إنجازات من 20 سنة، بس في إنجاز مميز عندي. نعم. ومشروع اسمه قصر صباح، المشروع كبيرة، كان تقريبا 450 شقة، ووقت سوينا مشروع بقينا نكون مميز بالبلد. المشروع مثل هذا الحجم هذا طول 3 سنين. نعم. وإحنا الحمد لله خلصنا ب 18 شهر، 15 شهر خلصنا.
ما شاء الله. عشان هذا الوحيد المشروع اللازق وياي، يعني احب المشروع هذه، واحد من اكبر انجازاتي بالامارات طبعا. يعني انجازات اول شيء عظيمه وانجازات جميله جدا سعاده رجل الاعمال الهندي السيد ابو صباح، طبعا من خلال الشارع الاردني ومن خلال الصور المعروضه على المواقع التواصل الاجتماعي. ابو صباح دائما يحب ان يرتدي اللون الازرق، لماذا تحديدا هذا اللون؟ تفضل يا سيدي. انا احب وايد الوان بس اكثر لون ازرق، ازرق ولا كحلي، كحلي غامج، كحلي فاتح، احب اللون ازرق. انا من صغري احب اللون ازرق، ما في شيء مميز عليها، ما في شيء معين عليها. احب اللون اسود بعد بس ازرق احبه وايد، احب البس اللون. نعم بس ما في شيء خاص لا. وأيضا من خلال لقاءاتنا في المملكة الأردنية الهاشمية مع الشارع الأردني قبل المجيء إلى الإمارات العربية المتحدة، كانوا بعض يتساءل لماذا السيد أبو صباح يهتم في الأرقام تحديدا، عامة إن كان رقم سيارة أو رقم موبايل. تفضل يا سيدي. أنا أرقام من زغري أحب الأرقام، بس عندي رقم مميز 9. اي شيء يصير 9 انا احب اشتريها، هو يكون عقار، يكون رقم سياره، رقم موبايل، اي شيء هو 9 كاملا احب رقم 9. مبروك لي. نعم انا وفقت فيها وايد. واحنا ما شاء الله يعني من خلال مواقع التواصل وجدنا ايضا هناك رقم دي 5 دبي. اي نعم دي 5 دبي من الارقام التي يعني الكل بعض يعني الكل من الدول العربية الشقيقة يتساءل، يعني السيد أبو صباح يعني مهتم دائما بالأرقام. أعزائي المشاهدين، السيد أبو صباح عنده أو يوجد لديه الهواية في تجميع الأرقام، من أرقام رقم 9 تحديدا 9 رقم 9. سعادة رجل الأعمال السيد أبو صباح يعني أيضا من خلال معدين برامجنا في الإمارات العربية المتحدة وجدنا أنك رجل ذائع صيت تتمتع بشعبية عالية يشهد لك القاسي والداني. السؤال، هذه الشعبية كيف جاءت؟ هذه الشعبية أول شيء من توفيق من الله. نعم. وبعدين ربعي أصدقائي، وبعدين انا ما في مره قلت شيء وما خلصت بالوقت، يعني الناس اشتغلوا وياي كله استفادوا وياي، سو شيء ثقه زادت ويا كل واحد. سعاده رجل الاعمال الهندي المعروف السيد ابو صباح، رسالتك اول شيء الى الامارات العربيه المتحده عن نعمه الامن والامان التي ننعم فيها في دوله الامارات العربيه المتحده، ما هي رسالتك الى هذا الشعب الطيب الكريم والمضيف؟ شعب طيب وشعب عزيز وشعب غالي، انا ما تقدر تحكي اي شيء عن الامان، ما في امان احلى من بالمنطقه احسن من الامارات. الحمد لله. الحمد لله يا رب. الحمد لله. رسالتك الى اهلك وربعك في دوله الكويت، ماذا تود ان توجه لهم رساله حب واعتزاز وشكر الى حاكم الكويت؟ حاكم الكويت. نعم. تفضل يا سيدي. بشكر شعب الكويت، ربعي بالكويت، أهلي بالكويت، الأمير الكويت على كل شيء احنا حصلنا، احنا ولدنا هناك، درسنا هناك، كان عندنا عمان بالكويت، انا انولدت هناك، عيالي انولدوا هناك، امي وابوي توفوا هناك، يعني احنا انا شفت كل شيء بالكويت ترى. بداية حياتك انطلاقتك القصة بالكويت. بالكويت. وايضا رسالتك الى جلاله الملك عبد الله الثاني ابن الحسين الى المملكه الاردنيه الهاشميه، ما هي الرساله التي تود ان تقولها عن نعمه الامن والامان ايضا الموجود في المملكه الاردنيه الهاشميه؟ انا بشكر الملك عبد الله وشعبه. واحنا ايضا من قناه جوسات الاردنيه نشكر سعادة رجل الأعمال المعروف السيد أبو صباح. قبل نهاية هذا اللقاء نريد كلمة إلى حكام الإمارات الذين نعتز ونفتخر بهم، إلى حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، ما هي رسالتك أيضا إلى هذا الشخص
الغالي على قلوب جميع الإماراتيين. أنا بشكر شيخ محمد بن راشد المكتوم عشان أعطينا الأمان وأعطينا مباني تحتية بالدبي. الناس مثلنا يجون من برا واشتغلون واستثمرون ويشون هني. نعم. ونحن أيضا كفريق تلفزيوني فريق إعلامي كما أسلفنا في البدايات أتينا من الأردن لإجراء اللقاء معك. في نهاية هذا اللقاء لا يسعنا أعزائي المشاهدين إلا أن نشكر رجل الأعمال الهندي الذي يحظى باحترام الآخرين، الذي ترك أيضا أثر طيب في دولة الكويت الشقيقة، له بصمة واضحة على الشارع الإماراتي وجميع الدول العربية، وأيضا مالك شركة RCJ من الشركات العريقة التي حققت إنجازات عظيمة في الوطن العربي. السيد أبو صباح، نحن نشكرك كشعب أردني كاملا.